معكم جوزيان مباشرة على شاشة الام تي في من القصر الرئاسي. ولم يصدر أي جديد بعد عن تسمية رئيس الحكومة القادمة الجديدة، وسوف نوفيكم بأي جديد يصدر، ابقوا معنا. وقد صرح مسؤول كبير لنيو تي في أن موضوع تسمية رئيس جديد للحكومة لم يحسم بعد، حيث رفضت جميع الكتل النيابية الإفصاح عن أي معلومات جدية، وسنوافيكم بكل جديد فور صدوره، ابقوا معنا. وقد ورد إلينا الآن من مندوب تلفزيون لبنان من داخل القصر الجمهوري أن اسم الرئيس الوزراء الجديد بات معروفا. نعم، رئيس الوزراء العتيد سوف يعلن لكم بعد لحظات، ابقوا معنا لكي نوافيكم بكل جديد حصريا على تلفزيون لبنان. معقول تلفزيون لبنان عرف قبلنا؟ عجبيك لك بلا سكوب؟ يه، عم بيقولوا عدين رح ننقل الخبر من عندهم. يه، وأنا كمان لك بلا جرسة. اسمعي أعزائي المشاهدين، الخبر صحيح، سوف نعلن لكم اسم الرئيس، رئيس الحكومة، وهو من آل الصلح. نعم، وقد سماه كل من جنبلاط جميل وجميل، كرامة وكرامة، وشمعون وشمعون وشمعون، قدي وقدي. بس قدي منه نايب ليشارك بالتسميات. وقد حصل على موافقة الرئيس سليمان فرنجية. الرئيس سليمان فرنجية؟ ما عم نفهم عليك شيء، ليه عم تقولي رئيس سليمان فرنجية؟ ايه، ما هو رئيس الجمهورية. انه هلأ سموا الست ليلى الصلح لرئاسة الحكومة؟ شو ليلى الصلح؟ سموا رشيد الصلح. رشيد الصلح؟ إذن أعزائي المشاهدين، حلت الأزمة وشاءت القدرة الإلهية بأن لا تمر سنة 1974 من دون وزارة جديدة. ابقوا معنا لكي نوافيكم بأسماء الوزراء الجدد حصرياً على تلفزيون لبنان. كانت معكم لما من أمام القصر الجمهوري بعبده.